امرأة نذرت إن عافاها الله أو إن عافى الله ابنها أن تصوم في شعبان من كل عام 3 أيام، ثم صامت 3 سنوات ثم تركت، ما الحكم في ذلك في السنوات التي تركتها؟ تصومها قضى، تصوم 3 أيام قضى عن كل عن كل سنة، وتطعم عن كل يوم مسكين عن التأخير. نعم.